حياكم الله اعزائي المتابعين في حلقه جديده من السوبر لاند. يا شيخ هذا ما هو راضي يخرج، يقول عجب القعده هنا. يا اخي روح شوف لك شغله تشتغل منها تجمع فلوس بدل ما انت قاعد هنا مبسوط. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم احنا كذا غلقنا مرحلة البنك، شطبنا، سامعين طنطنة؟ أنا ما سامع طنطنة، أحد سامع طنطنة؟ أنا ما في سامع أي طنطنة، فخلينا نروح نشوف دحين بصراحة خاطري بمرحلة الشاطئ، أنا مرحلة الشاطئ من المراحل اللي حبيتها، وهي كانت تقريبا المرحلة الأخيرة قبل ما نروح للبوس، فخلينا نرجع لها مرة ثانية، أنا ما سامع أي طنطنة. حنرجع لك تقريبا إحنا خلصنا 51% من اللعبة. 51 في اللعبه من الاشياء العظام. انا حصلت واحده عظمه، انا ما نعرف ايش فائدتها العظام، ايش ندور عليها ما ادري. خلينا نشوف مع بعض. نحن هذا الماسوره هذه اظن توصلنا للمدينه على طول، نختصر الطريق وبعدين ايوه في شيء ابغى اسويه. يا سلام شطفنا. اوه لوكن جريتش، يلا حتى انت شكلك جريتش. طيب هذا هنا نحن فين في الخريطه؟ هنا موجودين. اوكي نحن الحين مرحلة الكهف ختمناها وشطبناها، مرحلة المصنع لسه باقيين عليها وهذه شكلها يبغى لها رواقة، هذا مرحلة البنك غلقناه الحمد لله، باقي مرحلة الشاطئ وأنا أبغى بصراحة مرحلة الشاطئ أبغى أختمها لأن هي من المراحل من الألعاب اللي هي آخر مرحلة تقريبا كانت قبل الوحش زي ما قلت لكم المرة الفاتحة. فخلينا نروح لمرحلة الشاطئ، أنا بروح من البداية ما أبغى أروحها بالماسورة، أبغى أركبها من البداية بشوف إيش الأسرار من البداية. طيب من هنا دخلنا مرحلة الشاطئ، يلا افتح الشاطئ. ايوه عشان لا شوفوا اشياء المدينة انا خليها شوية قدام دحين، بس ابغى مرحلة الشاطئ. بس نجي من هنا، هنا شكله في صندوق، هنا فوق في شكله في صندوق، خلينا نشوف. ايه ابو الشباب كيف حالك؟ والله وتظبط والله لابس وحركات. في صندوق هنا شكله، كيف نجي؟ اوه شايفين حقت ماينكرافت. حجيكم ممكن. اوه جينا التعقيد، فين نزلت انا؟ رحت مكان مرة ثاني. شوف كيف جابنا هنا. طيب ما في مشكلة. هذه مرحلة المصنع، ما ابغاها. بعدين مع مرحلة المصنع. شوف كيف طحنا طيحة بنت. يلا يلا. لا. اطلع كذا ونرجع. شوف كيف؟ فهمت احنا؟ المدينة جايكم. ايش تعلمها بزر الصغار انت؟ الله انك تعبان. طيب نيجي من هنا ونروح كذا ونطلع من هنا. اوكي طيب ممتاز. هنا لما اقول لك مرحلة الشاطئ هنا في صندوق، بس كيف اجيله هذا؟ كيف اجيله؟ هذا قاعد زنزن، خليه يوقف شوية من الزنزنة حقتك. واو 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 واو. هلو فتح الزنزن الحين. زنزن ما في صندوق. طيب برضو هنا في زنزنة، يعني اظن هو بعيدة ولا قريبة. خليني اشوف فوق. صعبة فوق، شكله ما في شيء. في شيء نوقف عليه. هنا الخريطة، هذا هنا ما نقدر نجيله من ورا مثلا. ممكن والله ممكن. لحظة حط. اوه لازم انط. لا لازم فك الكهرباء هذه، فك الكهرباء. الا خلوك تكره اللعبة. فك الكهرباء. واو. طيب هنا ما في الصندوق، ما فيش.
هنا هنا. الو لما تمسكها وترميها حسها اسهل مما ترميها بمسدس على طول. اوه لوت 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 لوت. يا سلام يا سلام. اوه ريلود تايم 50%. طيب ما في طنطنة؟ ما في طنطنة؟ سلكم هنا ولا هنا؟ ما في ولا طنطنة. شكله يعني فتمنا هذيك المنطقة. طيب هنا هنا في. يبغى بعدين ارجع لمركز البداية هذيك. طين طين. وش في هنا؟ ما في شيء، ما دام ما في طنطنة خلاص ما في شيء. وهذا حقتي اللي انا رميتها. اوكي اوكي ننزل تحت. ننزل تحت. احلى شيء في اللعبة انه ما فيها فول دمج، بس انا مو حكاية الفول. حكاية ابغى اشوف شيء، ما دام ما في شيء طنطن. امورنا سليمة سليمة سليمة. اوكي. سليم. حلو. فوق وفتحنا الباب. يعني ما في شيء طنطن هنا. خلاص نروح المكان اللي بعده يلا. ايش في بعده هنا؟ نحن دخلنا هنا. دخل. الباب هذا ايش قفلوا؟ ايوه نحن جبنا. صح افتكرت. افتكرت. طيب ايش نبغى لنا منطقة هنا ندور؟ كله. كلها اتذكر اخذناه. ما في طنطنة ما في طنطنة. امورنا سليمة امورنا سليمة. خلاص نروح لل هذا هنا. في عندهم حركة يسوي هذا كذا فاكر البزر. حطه كذا بعدين نقول له لا. حلو. بدينا بالطنطنة. بدينا طن طن طن. في شيء هنا في منطقة هذه افتكرتها. هذول المنطقة اللي كانوا هنا في حقون الصحراء وراح تركوني المعفنين. ايش هذا؟ هذا صندوق هذا ولا؟ طيب هنا في صندوق في صندوق في صندوق. شكله فوق الصندوق. ما في اي هنا هي. هاي الله انكم خطيرين. حلو لوت حبيبي لوت. كسر ما تخلي لهم واحدة قطعة. اوكي الشيء الثاني فين؟ هنا جوا اتذكر ما في. غلقناه. كسر. احب البلوك حق ماينكرافت. احب البلوك حق ماينكرافت تعجبني. وهذا الصندوق لوت حبيبي لوت. طيب برضو يطنطن برضو يطنطن. اظن فوق فوق في اشياء. انا ما عاجبني الرج حقه احسه بعيد. هذا المغناطيس يدف بسرعه. ايش معنى هذا هنا؟ استني هذا شايفين عظمة؟ هذيك عظمة هناك. في صندوق وفي بطارية. طيب طيب حلو. بس هذا ايش؟ ايوه لازم نجيب البطارية اول شيء عشان نطلع هذا الشيء. اوكي اوكي نجيب البطارية. اوبا اوبا هوبلا. وهذه البطارية جبناها. لا تطيح لا تطيح لو سمحت لو سمحت لا تطيح لا تطيح. ايوه تعجبني. طيب هذا كيف نطفكها؟ كانت نسيت البصل والله.
لازم يبغى لي نطة مرة كبيرة اللي هناك. طيب هنا حلو. وما اخذنا الصندوق هذا نحن. طيب لحظة، نحن فين في الخريطة؟ خليني أول شيء أفتح الخشب اللي من تحت. أفتح الخشب اللي من تحت، لا مو هذا، مو هنا، نجي من الطريق اللي جينا قديم. الموس عورني، شفت الموس كيف عورني؟ يا الله، عشان مشيت في الحافة حقته حسيتها في قلبي، حسيتها في قلبي. حلو، عندنا هذه لازم نطلعها فوق، لازم نطلعها فوق. بنحط ال... يا سلام يا سلام، الحين نرجع فوق. ايوه شوف جات هذه. ايوه حلو، الحين انا اقدر اخلي هذه كذا. ممتاز ممتاز ممتاز. بعدين اطلع هنا، اجي اضغط كذا يسحب، يفتح الباب الثاني. هذا الباب الحين مقفل، اضغط يفتح الباب هذا وناخذ. لوت حبيبي لوت، شوفوا كيف، والله صار عندي 20 هيت بوينت. وباقي صندوق، ايش هذا؟ في صندوق باقي؟ معقول احنا اخذنا الصندوق اللي هنا اول؟ طيب حط هنا. استني، ايوه انا اخذت الصندوق هنا، في صندوق ثاني، ليكون في صندوق ثاني وما ادري عنه. حلو، يلا 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 يا وبو. لا اكره، ما علي، معلش طفي الكهرباء. احس بلذة كذا لما احصل الاثر دي. الطنطنة وقفت، قال لك ترى المنطقة هذه من الطنطنة يعني خلاص؟ غلقنا كل شيء؟ لا ما حسبنا، قلنا غلقنا. جات يا الله. طيب طيب نحن فين نخرج؟ صدقوا اني اصبحت ضائعا. لا هنا، اوكي. ياه ليه سقطت هذا؟ رجعني. اوكي في صندوق ثاني، في صندوق ثاني، في صندوق هنا. الذهب نقدر نلصقه مع الخشب، ونقطف في الكهرباء وامشي يا حبيبي امشي. ليه تطيحني؟ اصلا ماني سامع اي طنطنة. فين الطنطنة طيب؟ شكله تحت لانه الطنطنة خفيفة. اظن هنا الاشياء اخذناها كلها. يا الله، حط حق اللي يرمي هذا. ايوه وقف. لا مو مستحيل، اصلا ما في شيء هنا فوق، ما في طنطنة، ما في طنطنة هنا. في باقي لي مهم شيء مره مهم، العظمة ما اخذتها. العظمة 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 العظمة، كنا عظاما فصرنا عظاما. والله في شيء. ليه هذه طاح كذا؟ اظن لازم
الخشب افتحها ولا ما يحتاج؟ خشب احتاج افتحها ولا ما يحتاج؟ هنا يقول لك بس اول ما تخش هنا هذا طاح رجع دحين لازم اروح انزله. يا الله معلش الموس لا تعورني يا موس لا تعورني. هنا حلو طيب يا الله معلش معلش استحملوني استحملوني. وهنا لازم نحط الاف عشان يفتح ال ليه الاف نحن هنا عندنا هذه عندي هذه قاعد اقول اف وما اف حطها هنا اوكي لا طف الكهرباء خلي خشبه من فوق موجوده وهنا نطلع ونقول له هوبلا حلو نحن دحين بنجيب العظمه اللي هناك فلازم هذا يكون كذا طيب عشان المغناطيس يدفنه اوف 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 مغناطيس دفني مغناطيس ايش بك دفني المفروض ان المغناطيس يدفني بسرعة ما نفعت طيب نجرب ثاني نجرب نجرب نطلع هنا ايوه ونطلع فوق ايوه نحط هنا نحط كذا اوكي لا نبغى قدام مغناطيس واو واو اخذت العظمه اخيرا اخذت العظمه والله طفشتني في محاولات والله حتى كثير محاولات سويتها انك انت تمشي على هذا وتنتهي اوه ليه طيب شوف ايش في خريطه والله تعبتني المرحله هذه مره تعبتني العظمه هذه قعدت في اكثر من محاوله اجيبها خلينا بس احاول طنطن هذا لسه ما غلقت انا لسه ما وصلت الشاطئ بس في الطريق الى الشاطئ تبهدلت نرجع كذا شايفين هذه ترى مره مهمه انكم تعرفوها طفي الكهرباء لما تطلع فوق هذا وتجري هنا خليني اجي هنا ايوه طيب اطلع هنا اجيب المسدس هذا بحطه لا احسن شيء انك تشيل ممتاز ما في طنطنة هنا ما افكيت الصندوق هذا فكيته انا طب في طنطنة تحت في طنطنة لما اروح تحت في طنطنة فوق هنا ما في طنطنة فوق ما في طنطنة فوق ما في طنطنة لكن لما نزلت تحت في طنطنة هنا يا الله فين دسين اوه هنا في حفرة هنا في حفرة اوه ايوه ايوه انت قاعد طنطن هنا طنطن راسك الله صندوق لوت بس لوت لوت خلاص ما في طنطنة غلقت الطنطنة هنا اي مكان اعزائي المتابعين والله تعبتني اللي فوق فاظن يكفي دحين كذا ونكمل في المرحلة القادمة والله تعبنا يلا في طنطنة في طنطنة هنا فين في شيء مدسوس في شيء طنطن وانا كنت بخدم فين يوه فين الطنطنة هنا طنطن بس طنطنة يعني فوق مثلا فوق في طنطنة فوق فوق ما في اي طنطنة هنا استني خليني اشوف
لا يكون هنا في شيء. صندوق. معقول انت اللي طنطن من اول؟ خد انت وجهك برضه في شيء طنطن. طيب كيف اطلع؟ كيف اطلع لو سمحتوا؟ اوكي هنا في شيء، في مسمار هنا. شوف هذه مرحله الشاطئ، ما ابغى اجيها لسه، في قبلها. اعزائي المتابعين يكفي لنا هنا، نكمل المره الجايه. طنطنه راسي في امان الله.